وتواصل الضغط على دواسة الوقود ومحرك سيارتك بدأ يصرخ، ولكنهم يقتربون أكثر فأكثر. الأضواء البيضاء الساطعة تحرق عينيك بشدة لدرجة أنك سوف تحاول أن تبعد انعكاس هذه المرآة عن عيونك. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، أجنة بند نتصد في كل الأزمان. إنه وقت متأخر من الليل وأنت تقود سيارتك على امتداد طريق سريع مهجور في مكان ما في نيو مكسيكو. لا يوجد شيء هنا سوى أنت وسيارتك والطريق، وما لا تعرفه هو أنك على وشك مواجهة شيء ما، شيء مرعب جدا. لا يوجد قمر والسماء سوداء، وسيارتك بالكاد تضيء الطريق المظلم الذي أمامك، وعندها فقط تكتشف شيئا يقترب منك في مرآة الرؤية الخلفية للسيارة، زوج من المصابيح الأمامية. لا يوجد شيء غريب فيها باستثناء أنها مضيئة بشكل خاص. عيناك متكيفتان جدا مع الظلام لدرجة أنه يتعين عليك أن تنظر بعيدا، وعندما تنظر إلى المرآة مرة أخرى ترى أن الأضواء تقترب كثيرا. لابد أنهم يسيرون بسرعة عالية، أنت لا تعرف السبب، ولكن شيء ما في السيارة التي خلفك يجعلك تشعر بعدم الارتياح وأنه هناك خطب ما، وهنا تزيد من سرعتك لكي تبقي مسافة بينك وبين الأضواء، ولكن الأضواء تستمر في الاقتراب ولذا تزيد السرعة مرة أخرى، ومع ذلك فإن الأضواء تتفوق عليك وتقترب بشكل أكبر وأكبر في مرآة الرؤية الخلفية الخاصة بالسيارة. أنت الآن تشعر بالتوتر، إن الأضواء تبدو وكأنها متجهة مباشرة نحوك، وهنا تزيد السرعة، ولكن الأضواء قادرة على مجاراة هذه السرعة وهي الآن قريبة منك بشكل كبير، وبغض النظر عن مدى سرعتك ستبقى هذه الأضواء قريبة منك. الأضواء ساطعة وقريبة للغاية لدرجة أنها تكاد تعمي البصر. أنت الآن في حالة من الذعر الكامل، ما الذي يحدث؟ والآن الأضواء تنحرف ذهابا وإيابا خلفك بالضبط، ما الذي يريدونه؟ تأخذ منعطفا حادا دون الإشارة، ولكن الأضواء تتبعك بدون صعوبة، وتواصل الضغط على دواسة الوقود ومحرك سيارتك بدأ يصرخ، ولكنهم يقتربون أكثر فأكثر. الأضواء البيضاء الساطعة تحرق عينيك بشدة لدرجة أنك سوف تحاول أن تبعد انعكاس هذه المرآة عن عيونك. نظرت للأعلى في الوقت المناسب لترى غزالا واقفا في منتصف الطريق، وهنا تضغط على الفرامل بكل قوتك. تصدر إطارات سيارتك صريرا بصوت عال في الليل وتستعد للاصطدام بالغزال، ولكنك تتوقف على بعد إنشات فقط من هذا الغزال، وعندها يحدث شيء لا يصدق. يبدو أن مصباحين الأضواء ينقسمان ويمران بجانبك على جانبي السيارة. أنت والغزال تتبادلان النظرات كما لو كنتما تفكران، ما هذا الشيء؟ ما كان هذا؟ قبل أن يقفز الغزال بعيدا في الليل، أنت لا تعرف ما الذي يحدث، ولكنك لن تنتظر لمعرفة ذلك. تقوم برمي السيارة إلى الخلف وتضغط على الوقود. لا يمكنك أن تتذكر بعد مسافة آخر مدينة، ولكن ليس هناك احتمال أنك الآن تسير في اتجاه تلك الأضواء. أنت الآن تقود بأسرع ما يمكن وتتفحص المرآة باستمرار لترى ما إذا كان هناك أي شيء خلفك مباشرة. لا يوجد شيء، فقط الظلام. ربما أنت في أمان أخيرا. لا، إنهم أمامك مباشرة. تظهر تلك الأضواء بطريقة ما من العدم أمام سيارتك مباشرة. تقوم بإدارة العجلة بقوة لتجنب الاصطدام، ثم تنحرف بعيدا عن الطريق وتصدم رأسك بالنافذة بينما تتحرك السيارة وتنقلب رأسا على عقب. توقفت السيارة أخيرا على بعد 100 قدم من الطريق على ظهرها مع إشارة انعطاف وامضة وحيدة تضيء بشكل خافت. يقترب مصباح أمامي واحد من السيارة، ولكنه لا يتحرك مثل السيارة، بل يتحرك مثل حيوان. لقد تعرضت الآن لارتجاج في المخ بسبب الحادث، وبدأت رؤيتك تتلاشى. آخر شيء تراه هو اقتراب الضوء الثاني. صباح اليوم التالي يقوم الشريف المحلي بالتحقيق في مكان حادث السيارة. من الغريب أنه لا يوجد أي جثة، فقط بضع قصاصات من الملابس وزوج من أحذية التنس مرتب بشكل أنيق على سقف السيارة المقلوب، والأغرب من ذلك هو بصمات اليد الطفولية الموجودة على باب السيارة القذر. ضابط الشرطة لا يعرف ما الذي يحدث، وما لا يعرفه هذا الضابط أيضا أنه وصل للتو إلى آثار هجوم تابع للSCB 745. طبعا هذا الSCB يا أصدقاء مخلوق غريب وغامض يعرف باسم
The Headlights، رأس الضوء أو المصابيح الأمامية، لا أعرف بالضبط. وإن الـ SCP-745 هو الرقم الذي أعطته له منظمة الـ SCP، وهو مخلوق ليلي يمشي على قدمين، وتعتبر مناطق صيده امتداداً مهجوراً للطريق السريع في شمال نيو مكسيكو. والميزة الأكثر تميزاً لهذا الـ SCP إلى حد بعيد هي رأسه، فالجزء العلوي منه عبارة عن كيس منتفخ من الجلد الشفاف. لا توجد أعضاء حسية مرئية على الرأس، ولا يبدو أن لديه جمجمة صلبة، ويمكن رؤية دماغ المخلوق مباشرة من خلال الجلد شبه الشفاف المغطى بشبكة من الأعضاء المضيئة بشكل غريب. هذه الأعضاء قادرة على إنتاج كمية ثابتة من الضوء يتم قياسها بين 1400 إلى 3200 لومن، وهو ما يعادل المصابيح الأمامية الساطعة التي تعمل بغاز الزينون. وقد لوحظ أن الكيان لديه القدرة على تغيير لون هذا الضوء وكذلك وميضه بأنماط محددة. من المفترض أنه ينخرط في هذا السلوك كوسيلة للدفاع عن نفسه، وربما يستخدمها أيضا كوسيلة للتواصل مع الأعضاء الآخرين من نفس نوعه أو من بني جنسه. بقية جسم هذا الـ SCP مغطى بجلد ذو لون أسود داكن جدا، ويبدو أنه يمتص الضوء تقريبا. هذه الخاصية عندما تقترن ببروز رأسهم اللامع بشكل مذهل تعطي مظهر نقطة ضوء عائمة في الظلام. ونظرا لأن كيانات الـ SCP-745 تصطاد بشكل حصري تقريبا في أزواج، مع كون مناطق الصيد المفضلة لديها هي الأجزاء النائية من الطريق السريع، فمن السهل أن يظن البشر أنهم مجرد مصابيح أمامية تقترب منهم لسيارة ما. يستطيع كيانان من هذا الـ SCP التحرك معا في تزامن مثالي، ويعملان جنبا إلى جنب بسرعات تصل إلى 180 كيلو مترا في الساعة. سوف يستهدفون معا المركبات المنفردة التي يكتشفونها على الطريق السريع، وسيبدأون بمطاردتها أو الركض نحوها مباشرة، مما يعطي السائق سيء الحظ انطباعا بأن سيارة سريعة تقترب منه فجأة. وبعد أن يقتربوا من السيارة المستهدفة سيحاولون إيقافها بأي وسيلة ممكنة، سواء عن طريق إجبار السائق على التوقف بسبب الخوف أو عن طريق إبعاده عن الطريق تماما. وبمجرد توقف فريستهم أو اصطدامها أو حتى إصابتها بالعجز سيتوقف الزوجان عن التحرك معا، ويقتربان من السيارة بشكل منفصل للهجوم المباشر عليها، ثم صيد ركاب هذه السيارة. لم يبقى أي بقايا تقريبا بعد الهجوم، باستثناء بعض قصاصات الملابس وأحذية الضحية. بخلاف الأضرار التي خلفها الحادث، فلا توجد أبدا أي علامة أخرى على هجوم ما. والدليل الآخر الوحيد المتبقي في مكان الحادث هو بصمات اليد شبيهة الأطفال من الكفوف الأمامية الصغيرة لهذا المخلوق. ومن الغريب أن تحليل التركيب الوراثي لهذا الـ SCP كشف أنه على عكس البشر، فإنهم ليسوا شكل حياة يعتمد على الكربون، مما يعني أنه من الغير مرجح أنهم قادرون على استخلاص أي تغذية من استهلاك اللحم البشري. إذن من المفترض أنهم ربما يقومون بالصيد من أجل الرياضة أو المتعة أو أي شكل آخر من أشكال المتعة الضارة. يظل هذا السؤال دون إجابة، حيث لا توجد حالياً ملاحظات مسجلة عن تغذية الـ SCP-745 في البرية، حيث أن الهجمات الناجحة لم تترك أي شهود أبداً، والعينات التي تم التقاطها بواسطة منظمة الـ SCP ترفض تناول الطعام على الإطلاق. لم يتم العثور على أي مخابئ أو أعشاش أو حتى ملجأ آخر للـ SCP-745 على الإطلاق، ولم تحدد المنظمة أي مناطق تكاثر أو أمثلة شابة لهذا الكيان، أي صغيرة. ومن الغير معروف كيف أو ما إذا كانت تتكاثر أم لا، أو متى قد تكون ظهرت لأول مرة. ولكن ما هو معروف هو أنهم أنشأوا منطقة صيد واسعة عبر جنوب غرب أمريكا، حتى بدأت فرق المنظمة برنامجا لتقليل أعدادهم في الستينيات، ويبدو أن الجهود كانت ناجحة حتى الآن. وجميع المشاهدات الأخيرة لهذا الـ SCP اقتصرت على امتداد محدد من الطريق السريع في شمال نيو مكسيكو. تم تصنيف الـ SCP-745 على أنه يوكليد، ومن أجل الحد من التعرض المحتمل للبشر أو المدنيين قامت المنظمة بشراء الأرض المحيطة بالطريق السريع مع إعادة توجيه حركة المرور إلى طرق أخرى. تقوم فرق أمن المنظمة
المتنكرة في زي ضباط دورية على الطريق السريعة بإزالة أي متعدين أو مسافرين ضائعين يجدون أنفسهم عن طريق الخطأ على امتداد خطير من هذا الطريق السريع. تم تكليف أيضا فرق الأمن في محاولة للإمساك بمثيلات SCP-745 وأيضا إمساك أي كائنات أخرى حية أو حتى ميتة، وسيتم تحميلها في حاويات تخزين الفئة 3 BCU ونقلها إلى الموقع 17 لمزيد من الدراسة. لا تزال إجراءات الاحتواء القادر على الحفاظ على العينات الحية قيد البحث، وحاليا لم تنجو أي من هذه المخلوقات في غرف الاحتواء لأكثر من أسبوع واحد فقط. ومع ذلك، نظرا لعدم وجود مشاهدات جديدة لهذا المخلوق خارج الامتداد المعزول والمراقب للطريق السريع، وكل التقارير عن الأضواء الوهمية التي أبلغ عنها البشر لم تكن دليلا على تفشي هذا SCP في ذلك المكان، فإذا يعتبر أنه يتم احتواؤها بشكل فعال. حسنا يا أصدقاء، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، كنا بندنا تستطيع في كل الأزمان.